قال لي يا سلمان ركز البنود زين، هذه المرة الثانية اللي راح أقول لك إياها. سلمان هو قاعد يقرأ العقد ويسمع الكلام ذا، قال له لحظات شوي، في بعض الشروط شوي مخيفة، ومنها أنك راح تشتغل لصالح شخص ما، ولا تسأل منه الشخص اللي أنت تشتغل من أجله، أنت ممثل لهذا الكيان أو الشركة. الشرط هذا خلى شوي سلمان يخاف. وش مقصدهم بهذا الكلام؟ وش معنى أني أنا أشتغل لشخص داخل الشركة بدون ما أعرف منه هو؟ الشرط الثاني، لو تسربت أي معلومات من الشركة أو من مجالك الوظيفي راح يتم محاسبتك قانونيا. فجأة الشخص اللي قدام سلمان قاطع افكاره، قال له سلمان توقيعك على هذا العقد تراه معناه انك تتحمل كامل المسؤولية في حياتك، في حياة اقرب الناس لك. عقد في نفسه انه هو يوقع هذا العقد. وقع هذا العقد، ومن هنا بدت رحلة سلمان، رحلة اللي راح توديه من حياة عادية الى حياة مختلفة بشكل كبير مرة، لدرجة ان الحياة هذه مختلفة ما راح تعرف اي شيء يصير في اليوم الثاني. ممكن اليوم تصير حي بكرة تصير ميت، ممكن اليوم تصير حر بكرة تصير مسجون، ممكن اليوم تعيش بين أفراد عائلتك وبكرة تعيش بدون أي عائلة. معليش حاب أقولكم شيء، والله العظيم وأنا قاعد أقرأ هذه القصة وسجلت كل شيء حرفيا في الكراسة هذه، ماني قادر أتخيل قوتها، ترابطات كبيرة غريبة ما تكفيها حرفيا حلقة أو حلقتين. فعشان كذا أنا قاعد أسجلها على أيام، وإذا وصلت لين هنا ولا ضغطت على زر اللايك وش قاعد تنتظر؟ ضغط على زر اللايك واشترك في القناة. المهم جاء اول يوم عمل سلمان وعطوه مهمه، والمهمه هذه بعيده عن المكان اللي ساكن فيه، ولازم يطبق هذه المهمه بشكل كبير وما يخطي فيها نهائيا، واذا طبقها راح ياخذ دبل راتبه 3 مرات كمكافاه فقط. قال لهم سلمان خلاص عرضوا لي المهمه، قال راح يجيك اليوم اتصال على الساعه 9 الليل واسمع هذه المهمه من الشخص اللي راح يكلم. سلمان طبعا في شيء غريب، اذا يبغى يسولف او يتكلم وياخذ راحته لازم يطلع برا البيت ويمشي على رجوله. يقول انا قبل الساعه 9 الليل حطيت السماعة في أذني وطلعت أمشي. يقول فجأة يوم جت الساعة 9 اللي جيني اتصال، اللي جوالي يرن ترن ترن. يقول وأرد على الجوال على طول، سلام عليكم سلمان. قال عليكم السلام حياك الله. إيه نعم معك سلمان، كيف حالك سلمان؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله أنا بخير، تفضل. أنا اليوم جاي أكلمك بخصوص المهمة وأتمنى لك التوفيق من كل قلبي. المهمة راح تكون كالآتي، ولكن تحتاج إنك تحسب كل الأخطاء اللي ممكن تصير وتحاول تتجنبها في هذه المهمة. شو السالفة يا ولد؟ شو الموضوع؟ المهمة كالآتي، قال له أبغى اليوم بعد الساعة 11 تتوجه للمطار مباشرة. أول ما تدخل هناك راح تحصل فيه شخص في وجهك ومعاه لوحة باسم سلمان، اتبع هذا الشخص وراح يعلمك الباقي. يلا طيب أنا أبغى أعرف المهمة الآن عشان أستعد وأحسب أموري كلها. قال له سلمان العقد اللي وقعته لازم تكون جاهز في أي وقت. يقول سلمان قفلت الخط ورجعت للبيت، جهزت أغراضي وقلت ميت زوجتي، مع العلم إن زوجتي كانت حامل، وقلت لها يا أم فلان أنا بطلع بسافر والسفرة هذه سفرة عمل، بخلص هذه المهمة وإن شاء الله يومين 3 أيام وأنا راجع. شو السالفة وش صاير بعدين أعلمك بكل شيء. أخذ سلمان شنطته وأغراضه وجهاز الكمبيوتر إلا ويتوجه المطار. أول ما وقف في المطار إلا في وجه صدق الشخص اللي معاه لوحة اللي مكتوب فيها سلمان، مرحبا أنا سلمان، أنت سلمان، ورني هويتك. يوري هويته، تفضل معي. ويمشي معاه ويمشي معاه ويمشي معاه لين دخل الغرفة مقفلة. كيف حالك سلمان طيب؟ ويفتح اللابتوب الرجال هذا ويوري سلمان الخطة. قال سلمان عندنا المنشأة هذه، والمنشأة هذه نحتاج بس نسخة من معلومات الحوالات داخل الشركة، وانت الشخص اللي راح تساعدنا في هذا الشيء. قال له كيف؟ قال له هذه شركة مخصصة للبنوك، وهذه الشركة هي اللي تعطي الاعتمادية للبنوك وتعطي عدم الاعتمادية. بشرح لكم اسلوب الشركة ذي. اسلوب الشركة هذه اي بنك يبغى يفتح في الولاية هذه لازم يمر على الشركة المالية هذه وياخذ منها اعتماد، فالاعتماد هذا يخولك انك انت تفتح بنك. قالوا ميت سلمان نبغاك تسحب معلومات الحوالات اللي داخل الشركة والخارجة، وليه وش صاير وعشان ايش، انت بس هذه مهمتك. ولكن في شيء سلمان لازم تعرف، الحراسات اللي داخلها حرفيا خطيرة وممكن تنصاد في أي وقت، قدامك 5 ساعات عشان تطبق هذه المهمة. قال لهم سلمان خلاص ما في مشكلة، ولكن وش المطلوب مني؟ قال أبغاك تدخل للشركة، في موظف هناك في كاونتر رقم 9 أبغاك تروح له وبيكون معاك فلاشة. كاونتر رقم 9 إنه في الآونة اللي فاتت درسنا كل حالاته، بين الساعة 9:30 إلى الساعة 10 يكون مختفي ما يقارب 6 دقائق. قال له فأنت في 6 دقائق هذه أبغاك تحط الفلاشة في جهازه وتسحب كل المعلومات، وان الجهاز برضو في الكاونتر رقم 9 فيه جميع الصلاحيات المخصصه للمحاسبه داخل الشركه. قال لهم سلمان خلاص اوكي. راح سلمان للشقه حقت المستاجرين له وقعد فيها وقعد يخطط، فكر فكره استراتيجيه وقويه مره. جاء الوقت الموعود اللي بيطلع فيه سلمان للمؤسسه هذه المخصصه للبنوك، يدخل المؤسسه هذه ويمشي ويمشي وينتظر كاونتر رقم 9 ويختار رقم كاونتر رقم 9، وبنفس الوقت صدق في 9:30 وهو قاعد يختمه قال له شوي 5 دقائق و6
دقائق وبجي. وش سبب اختفاء هذا الشخص 5 دقائق؟ ما ندري، ولكن في شيء مبرمج على الساعة 9:30 يخليه يروح للغرفة الثانية يسوي فيها شيء بعدين يرجع. يقول سلمان دخلت الفلاشة من أول ما قام، والفلاشة هذه تحتاج 3 دقائق بس عشان تسحب المعلومات. يقول دخلت الفلاشة وعديت بالتايمر 3 دقائق لأن الشاشة أنا ماني قاعد أشوفها، الموظف نفسه بس هو اللي يشوفها. يقول وهي تسحب معلومات، بعد ما خلصت 3 دقائق حسبت 10 ثواني زيادة وأسحب الفلاشة وأروح لدورة المياه مباشرة وأدخل الفلاشة داخل اللابتوب حقي وأرسل المعلومات اللي سحبتها كلها لمقر العمل حقي. يقول واخذ الفلاشة وأقفل اللابتوب وأحطه جوا الشنطة وأرجع أقعد على الكرسي اللي هو قدامي. قال لي وين رحت؟ قلت دورة المياه. يقول فجأة اللي أشوف هذا الموظف حق الكاونتر يضغط زر من تحت الطاولة، إلا ويجون حراس الأمن ويمسكونه ويمسكون سلمان. شو السالفة وش صاير؟ يمسكون سلمان ويكلبشونه ويدخلونه جوا غرفة الحجز. المهم بعد ما دخلوه غرفة الحجز قالوا له وش عندك هنا؟ وصاروا يحققون معاه وش سويت للجهاز وليه ضرب الإنذار. قال لهم سلمان أنا ما سويت شيء، وأنا ما راح أتكلم إلا لما يجي المحامي حقي. سلمان كان محسب لكل شيء بيصير، ومحسب لأكبر الأشياء وأصغر الأشياء. قال لهم أنا ما راح أتكلم إلا لما يجي المحامي. تفتيش ما عندكم إذن تفتيش، انتظروا لين يجي المحامي أو تجي الشرطة بنفسها. وانتظروا ما يقارب 3 أو 4 ساعات صدق وجت الشرطة. أول ما جت الشرطة على طول طلبوا بتفتيشه. قال لهم سلمان بما إن في الشرطة فتشوني وخذوا راحتكم، ما عندكم مشكلة نهائيا. فتشوا سلمان اللي يحصلون فيه الفلاشة، ياخذون الفلاشة هذه ويجيبون التقني ويشبكها التقني في نفس الكمبيوتر حقه، اللي يحصل جماعة خير الفلاشة فاضية وما فيها أي شيء. سلمان كان حاسب لهذا الشيء من قبل، وبعلمكم وش سوى. حط في الفلاشة هذه سكريبت. سكريبت هذا وش هو؟ بعلمكم للناس اللي يعرفون أو ما يعرفون. سكريبت هو نظام يسويه ويشتغل الحالة بدون ما أتدخل فيه أنا، وأنا اللي أبرمجه. حط نظامه في الفلاشة، إذا الفلاشة ما انشبكت في الكمبيوتر خلال 60 دقيقة تحذف كل شيء من نفسها. وخلص المهمة سلمان هذه ورجع فيها المكان اللي عايش فيه. أول ما رجع للمكان اللي كان عايش فيه استقبله ورحبوا به، هلا والله سلمان وصع عليك اللي سويته وشكرا على عملك وتستاهل على هذا العمل جائزة لمدة 2 أسبوع. سلمان ما صدق إن جيته إجازة، شال بعض أغراضه سلمان من المكتب الكمبيوتر والأشياء هذه وخذاها وطلع فيها للبيت. وزوجته كانت في فترة الحمل يعني باقي شوي وتحمل الولد اللي في بطنها، قرر ياخذها ويوديها للمستشفى عشان في اللحظة اللي تولد فيها زوجته يكونون عندها الدكاترة مهتمين فيها. أخذ أغراضها وأخذ كل شيء وحط وطلع ورجع للبيت، وحس سلمان انه في البيت الحالة. فقال ليه ما اعزم اخوياي القدامى اللي كانوا موجودين معاي في الشركة اللي كنت اداوم فيها وانفصلت منها. والله يرفع الجوال سلمان، طيط 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 طيط، السلام عليكم، هلا والله محمد كيف حالك؟ طيب انا عازمك اليوم. من بيجي؟ قال انا بكلم كل اخوياي اللي كانوا معنا قبل. يلا خلاص تمام. وبرضه نفس الحكاية، يرفع على محمود ويتصل عليه ويقول له، ويتصل على سعد وبرضه ويقول له. حددوا موعد يجونا على الساعة 8 الليل، جهز القهوة وجهز الحلا لين جو. وهو أصلاً كان حاط في رأسه. وفي اليوم الثاني يعزم رائد وماجد اللي كانوا معاه برضو في دوامه الجديد. فاجتمع مع أخوياه القدامى هذولي، هلا والله كيف الحال؟ أخباركم طيبين؟ والله الحمد لله. ها وش سويت يا سلمان؟ كيف دوامك الجديد وكيف أمورك؟ قال لا أبشركم أنا الحمد لله أمورنا زينة وكل شيء زين، إلا أنتوا كيف دوامكم؟ ها يا سعد كيف الرئاسة معك؟ قل له حط لسعد رده كان شوي فيه كبر. إيه لا الحمد لله الرئاسة كويسة وأموري زينة الحمد لله. يقول حسيت إن فيه كبر بشكل غير طبيعي، وحس إنه ماسك منصب حرفيا كبير، مع العلم إن سلمان كان شاغل هذا المنصب من قبل. سكت سلمان ومشى الليل. شوي لما محمود يقول كلمة جذبت سلمان بشكل كبير. قال سلمان ما دريت. قال ما دريت فوش؟ يا شفت الشركة اللي الآن احنا نداوم فيها؟ قال لا ايه؟ قال لا تدري انها اعلنت افلاسها وشرتها شركة جديدة، وشرت الشركة حقتنا شركة ثانية، وقال له اسم الشركة. اول ما قال له اسم الشركة سلمان قال لهم الشركة هذه الشركة حقتي، الشركة اللي انا داوم فيها. يعني اللي استنتجناه ان الشركة الكبيرة هذه اللي داوم فيها سلمان شرت شركته القديمة، وقالوا انهم برضو راح يقفلون المبنى القديم وراح يجيبونهم للبرج حقهم. قال لهم سلمان انا داوم هناك وهذه شركتي. الا محمود صادق وشلون؟ قال ايه هذا دوامي انا. قال له كيف الدوام وكيف الوضع؟ طبعا سلمان ما يبغى يقول لهم ان وظيفته مختلفه. سكت على الموضوع، قال لا الدوام ان شاء الله انه سهلات ونفس الدوام الاول، ترى ما راح يختلف شيء. والله اي والله ما راح يختلف شيء نهائيا. قال له محمود خلاص احنا خبرونا ان بعد شهر من الان راح نداوم في شركتك، ولكن ما اتوقع انه في نفس المكان اللي انت تداوم فيه، راح يخصصوا لنا جناح نداوم فيه كلنا. قال لهم سلمان ابد حياكم الله، والله يوفقكم يا رب. المهم خلصت الليله هذه
هذه ومرت على سلام. سلمان طبعا في مخه يدري ان الشركه حقته تسوي اعمال بعض الاحيان مو كويسه، والاعمال هذه فيها تلاعب من تحت لتحت، ولكن الان استنتج استنتاج ثاني، قال بما ان هذه الشركه اعلنت افلاسها فاكيد ان شركتنا لها يد في الموضوع، وانها تسعى تخرب سمعه الشركات او عندها ثغره تطرح فيها الشركات بعدين تشتريها وتعيد استثمارها وتصير تجيب لهم مبالغ كبيره. شوي مع التفكير هذا اللي يجيه اتصال من المستشفى، السلام عليكم سلمان، رب يرزقك بولد ويتربى في عزك ان شاء الله، وصحه زوجتك مستقره، وراح تطلع من المستشفى بعد اسبوع من الان. فرح سلمان وراح شاف زوجته وراح شاف ولده، ولكن في راسه لحد الان شركته هذه وش قاعده تسوي وتشتغل مين وليه قاعده تسوي الشيء هذا كله. المهم في اليوم الثاني اتصل سلمان على رائد وماجد، قال لهم هلا والله كيف حالكم طيبين حابين نتقابل؟ قال له ماجد انا راح اجي ولكن رائد راح يكون مشغول، حددوا مكان يتعشون فيه وتقابلوا وقعدوا يسولفون. وقال له سلمان الموضوع اللي قالوا له اخوياه امس، قال له تدري يا ماجد في شركه اعلنت افلاسها وشركتنا شرت الشركه حقتهم، يعني شركتنا تملك مبالغ ضخمه. قال له ماجد تحسب الموضوع هذا جديد؟ شركتنا في اخر 10 سنوات شرت ما يقارب 13 شركه، وما ادري من وين الفلوس هذه تجيبها. سلمان هنا تاكد ان الشركه اللي يشتغل فيها تتبع اسلوب شوي مختلف. مع العلم سلمان كان يدري انه بعض الاحيان يطلبون منه اوامر ويسويها، والاوامر هذه ممكن توديه للسجن، ولكن كان يعتقد انه من باب المنافسه وانهم هم يبغون يستخدمون من خبرته في الاختراق والهاكينج. بتاكد خلاص سلمان ان الشركه اللي هو فيها قاعده تتبع اسلوب خبيث، تخلي الشركات تفلس بعدها تشتريها وتعيد استثمارها، والمسؤول عن هذا كله الدور رقم 70. بعد مرور اسبوع كامل انتهت اجازه سلمان ورجع لدوامه وصار يباشر في دوامه. سلمان حط خطه وهدفه داخل دوامه انه يعرف مين الشخص اللي سرب المعلومات الخاصه بشركته القديمه، والشخص هذا اللي سرب هذه المعلومات اكيد له يد في فصل سلمان من دوامه القديم. سلمان وهو على الجهاز حقه قرر يبحث اكثر واكثر في الملفات اللي حصلها قبل اللي كان فيها اسمه، صار يبحث صار يبحث صار يبحث، وحصل الوقت اللي انضافت فيه البيانات لهذه الشركه وهو اليوم اللي وصل اشعار على جواله بان في شخص كان يستخدم جهازه في ذاك اليوم. سلمان ربط الموضوع، عرف ان جهازه ذاك اليوم كان مخترق ومخترق من الشركه هذه. معقوله في نفس التاريخ والوقت اللي وصلني فيه الاشعار والتنبيه ان في شخص داخل جهازي في الشركه القديمه المعلومات هذه انضافت للشركه الجديده هذه؟ فاكيد ان في شخص له يد على هذا الموضوع. قرر سلمان يبحث بشكل مكثف ويبغى يعرف من الشخص اللي ضاف البيانات هذه. بحث بشكل مكثف لين حصل شخص اسمه ماسنجر، هو اسمه كذا ماسنجر، مسمي نفسه ماسنجر، هو الشخص اللي ضاف الداتا او المعلومات هذه للشركه حقتهم، ولكن الاسم هذا وهمي، سلمان ما يدري منو هذا اللي اسمه ماسنجر. ماسنجر اتوقع معناها اللي هو اللي يرسلونه او المرسول، صح؟ هو يسمونه ماسنجر، معناها ان في شخص ارسله لهذه الشركه يسوي العمل هذا. برضو سلمان ما استسلم وصار يبحث من الشخص هذا اللي اسمه ماسنجر. كيف يعرف ماسنجر؟ كل واحد على الكمبيوتر حقه في اسم مستخدم هو ينشئه، فصار يبحث على الكمبيوترات ويمشي على الكمبيوترات حبه حبه، يبحث ويبحث ويبحث ما حصل احد، الاسم كذا يجي مكتوب على الشاشه ماسنجر، ما حصل احد نهائيا بهذا الاسم. سلمان هنا فقد الامل، قال من الشخص هذا اللي سبب بفصلي ودخلني الدوام هذا؟ فاكيد ان في لعبه قاعده تلعب علي. راح البيت سلمان صار يبحث عن اسم شخص اسمه ماسنجر، بحث بحث لفتره طويله واخيرا عرف ماسنجر هذا من وين. في شخص في الدارك ويب اسمه ماسنجر، وهذا الشخص معروف مرة في الاختراقات، والشخص هذا معاه ترتيب مرة ضخم على العالم، يعني الشخص مشهور مرة. سلمان هنا أيقن إن في شخص استأجر الشخص هذا عشان يسوي الأعمال حقته، قرر انه يراسله، فبحث عن طريقه التواصل له لين حصلها. طبعا هم عندهم نظام، اذا انت تبغى تتواصل معي لازم تشتري الساعه اللي راح تكلمني فيها، ممكن ساعته توصل 2000 3000 دولار. ارسل له فقال اني انا حاب اتواصل معك، قال له اذا انت تبغى تتواصل معي ادفع المبلغ الفلاني هذا على اللينك اللي راح ارسله لك. صدق سلمان فيه الشغف يعرف من الشخص اللي تسبب في هذه الاشياء كلها، ودفع له المبلغ وحجز هذا الشخص عشان يكلم. دخل معاه في الشات، سلام عليكم، عليكم السلام، ماسنجر انا عندي استفسار بسيط، انا حصلت اسمك في المعلومات اللي عندنا داخل الشركه، ولكن ابغى اعرف الشخص اللي ارسلك التاريخ الفلاني هذا. ماسنجر قال له انا في ناس كثير راسلوني وكثير طلبوا خدمات، ولكن وش الخدمات بالضبط اللي كانوا طالبينها؟ قال له خدمات سحب معلومات، وهذه المعلومات من الشركه حقتي القديمه، ويعطيه اسم شركته القديمه. قال له ماسنجر
شوي وبرجع لك. قعد ابو 5-6 دقائق الا يرجع له. اهلا سلمان. قال لي إيه، عرفت وش الشيء اللي كنت تبغاه انت؟ قال لي إيه نعم، في شخص تواصل معي قبل فتره طويله، طلب مني اني اسوي برنامج واحطه داخل فلاشه، والبرنامج هذا شغلته انه يخليني اتواصل مع الكمبيوتر عن بعد. شلون؟ اي نعم، هذا الشخص اللي طلبه مني. قال له طيب اقدر اعرف من هو الشخص اللي طلب منك هذا الشيء؟ قال له لا ما اقدر اعطيك. قال له طيب معليش، عندي سؤال وبسالك اياه وهذا اخر سؤال، لو كان الكمبيوتر مقفل، يعني اليوزر والباسورد حقه مقفله، وشبكت هذه الفلاشه اقدر اتحكم في الجهاز؟ قال له ماسنجر؟ اكيد لا، لازم الجهاز يكون مفتوح عشان انا اقدر اتصل بالجهاز عن بعد. هنا سلمان قاعد يربط كل المواضيع اللي صارت في دوامه القديم، ربط موضوع موضوع حرفيا، وبدت تنفك معاه الشفره حبه حبه. خلوني اعلمكم وش اللي جاء في فكر سلمان. اللي جاء في فكر سلمان ان محمود هو الشخص اللي اخترق الكمبيوتر حقه، لانه هو الشخص الوحيد اللي معاه اليوزر والباسورد. في اللحظه اللي اتصل فيها سلمان على محمود وقال له ورني الكمبيوتر هل في شخص جالس على الجهاز او لا، صدق فتح له الكام وما كان في اي شخص جالس على الجهاز، ولكن كان اليوزر والباسورد مدخل في هذا الكمبيوتر ومشبوك الفلاشه حقه التحكم عن بعد. هنا ايقن سلمان ان الشخص اللي اخترق جهازه وهو محمود، اكد 100% خلاص جزم ان محمود هو المخترق. ولكن ليش محمود سوى كذا؟ لو محمود سوى كذا ليه ما صار هو رئيس القسم؟ ليه ما في اعمال خبيثه يستفيد منها محمود؟ في تضارب فكر سلمان الان. قال ميد ماسنجر خلاص شكرا يعطيك الف عافيه وقفل الخط في وجهه. وسلمان قاعد يفكر الحركه اللي صارت فيه وعرف الاسلوب اللي اخترق فيه النظام. سكت سلمان ولا بغى يستعجل يروح يكلم محمود ويجيب العيد ويطلع محمود صدق ما سوى شيء وما له ذنب حرفيا. خلني ساكت وقف الموضوع لين تبان لي الحقيقه كامله. بعد مرور 4 أو 5 أيام سلمان قرر يتصل على محمود ويدق عليه تيك 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 تيك، السلام عليكم محمود كيف حالك؟ طيب انا حاب اقابلك الان يا محمود، ابغى اقابلك في كلام مهم. شو السالفه يا ولد؟ وش فيك؟ وش فيك ضايق؟ اسمعني يا محمود اذا انت تعزني قابلني الان. هلا محمود ابشر. طلع سلمان بالسياره واتفقوا على مكان يوقفون فيه. ركب محمود مع سلمان في السياره ويقفل الباب. الا سلمان يقفل السياره ويضرب محمود كذا على صدره بقوه. اسمعني يا محمود، اسمعني، هل انت اللي اخترقت جهازي وكنت تتواصل مع واحد اسمه ماسنجر عشان تفصلني من وظيفتي؟ محمود استغرب. قال لا يا ابن الحلال، ما لي دخل، ايش فيك واخر يدك. اسمع يا محمود، انت بغيت تودي حياتي في داهيه وبغيت انسجن. محمود يحلف له ويقسم يقول والله العظيم اني انا ما لي دخل. ولا تستعجل يا سلمان، لا تستعجل يا سلمان في الحكم علي، والله ما لي دخل نهائيا. قال يعني من اللي له دخل؟ قال علمني السالفه اول عشان انا افهم. يصير سلمان يقول ميد محمود السالفه كامل ويقول ابوه ضايق مره. قال محمود انت بس معطيني انا اليوزر والباسورد، ما قد اعطيته احد ثاني. قال لا بس انت الشخص الوحيد اللي كنت اثق فيه. شوي الا سلمان قال له انت كيف دخلت اليوزر والباسورد؟ هل سجلته في جوالك؟ هل؟ قال لا انا كتبته بورقه اول ما مليتني اياه، وبعدين رحت لجهازك ونقلته من الورقه على الكمبيوتر. قال طيب الورقه هذه وينها؟ ليكون طاحت في يد شخص ثاني. والورقه ذي؟ قال محمود والله ما ادري، ولكن اتذكر اني صفطتها ورميتها في الزباله اللي تحت المكتب حقك. هنا سلمان ما عاد عارف ايش يسوي، سكت الا يطلع له محمود بفكره. قال الحين لو نفتح الكاميرات حقه المراقبه ونشوف الشخص اللي خذ الورقه من زباله المكتب. قال سلمان والله فكره، ولكن في موضوع راح يردعني، ما راح اقدر اكلم الشركه نفسها واقول لها الموضوع هذا لاني انا مسؤول على اليوزر عن اي شيء يجيه، وما راح يصدقون اي شيء، ما راح يصدقونك نهائيا لانك انت الشخص المسؤول على اليوزر حقه. قال سلمان انا لقيت لي فكره، وانا راح ادخل التحدي هذا وراح اعرف من الشخص اللي سوى فيني كذا، وانا اعتذر منك يا محمود اني ظنيت فيك ظن السوء. وطبعا ما الوم سلمان انه يظن فيه، لان ما في الا محمود اللي ممكن تطلع منه التصرفات هذه. اليوم الثالث يا جماعه الخير من هذه الحادثه، سلمان وهو في الدوام طلعت له فكره. قال ليه ما اخترق شركتي القديمه وابحث في الفيديوهات من الشخص اللي سوى فيني هذه الحركه؟ وصار يبحث سلمان. قال اول شيء اسويه اوصل لشركتي القديمه واخترقها، ولكن لازم اكون قريب لمها ومتصل في الشبكه حقتها عشان اقدر اخترقها واخذ راحتي. ولكن من هو الشخص اللي راح يدخلني للشركه وراح يسمح اني استخدم جهازه عشان اقدر اطلع التسجيلات القديمه؟ شغل سياره سلمان واتجه على طول لشركتي القديمه، وصار يدور عندها بالسياره، ياخذ اللفه الاولى ويناظر ويبحث عن فكره، واللفه الثانيه برضه، وياخذ اللفه الثالثه ولا طلع معاه اي شيء. والموضوع صعب انه هو
يضحي بنفسه ويدخل جوا، لأنه راح تزيد الشبهات بشكل مرة كبير. قال بس مالي إلا محمود، أتواصل معاه وأخليه يخترق الكاميرات من جهازه. اتصل على محمود، تيك تيك تيك، سلام عليكم محمود، كيف حالك محمود؟ طيب اسمع محمود، أنا حصلت فكرة، ولكن الفكرة هذه تحتاج شوي تكون جريء، ولا تخاف إن شاء الله ما راح يصير لك شيء. طبعا محمود يعز سلمان، ولكن يا أخي مستحيل يسوي العمل اللي هو يبغاه، لأن الشيء اللي راح يسويه ممكن يفصل محمود. محمود يقول في راسه صدق حتى لو سلمان خويي ما أضر نفسي عشان خويي. اتصل محمود على سلمان من جديد، قال له يا سلمان أنا والله ما أقدر، الموضوع اللي بتطلبه مني ممكن يوم من الأيام يعرضني لمساءلات قانونية ويصير نفس اللي صار لك، فأنت ما ترضى يصير لي الخطأ هذا. سلمان قدر الموضوع وقال صدق ممكن الضرر بسبب بس رغبات أبغى أشبعها في راسي عشان أعرف من الشخص هذا اللي سوى كذا، لازم أكون حريص على الشخص اللي راح يضحي عشاني. طلعت في راس سلمان فكرة، قال أروح أكلم ماسنجر اللي موجود داخل الدارك ويب، ويتصل على ماسنجر ويروح طاير ويرجع لبيتهم، ويفتح الكمبيوتر حقه ويحول ماسنجر فلوس ويطلب منه طلب واحد. قال لماسنجر أبغاك تسوي نفس السكريبت اللي سويته قبل فترة، اللي هو أقدر أتحكم بالجهاز عن بعد بدون ما يطلع في النظام إن في شخص قاعد يتحكم فيه. طلب منه مبلغ ماسنجر وحول له سلمان المبلغ. بعدها كذا بعشر دقائق أو 15 دقيقة إلا ماسنجر يرسل له السكريبت المخصص بهذا العمل اللي يبغاه سلمان. علم طريقة تشغيل هذه الفلاشة، قال له أول شيء تشبكها في الكمبيوتر حقك عشان نعرف منه جهاز المستقبل، وبعدها تروح تشبكها في الجهاز الثاني وراح تتعرف فيه على طول وتفهم إن الجهاز اللي انشبكت فيه الأخير هو جهاز المستقبل. يعني إذا شبكت الفلاشة في أول جهاز قدامك راح يكون هذا الجهاز المستقبل، وسلمان لازم يشبك الفلاشة هذه في الجهاز حقه في البيت. بعدها يعطي أحد الفلاشة هذه من داخل الشركة يشبكها في أي جهاز موجود في الشركة، لازم يكون مفتوح. وسلمان أصلا يعرف المواضيع هذه، فهو هاكر قوي مرة. طلب من محمود ذا الطلب، قال له محمود في جهاز داخل الشركة إذا ما خاب ظني كانت الكاميرا ما تشتغل عنده، اللي هو جهاز الطابعة. هذا جهاز حطينا الشركة، أي شخص يبغى يطبع الأوراق داخل الشركة يستخدم هذا الجهاز، ولكن مربوط بالشبكة حقة الشركة. قال له محمود ما عندك مشكلة، وراح أتأكد هل الكاميرا شغالة أو لا، وإذا كانت طافية راح أشبك الفلاشة هذه بالكمبيوتر المخصص للطباعة. اتفقوا على الخطة وأسسوا الخطة بشكل كويس. راح محمود اليوم الثاني للدوام وكان مرتبك نوعا ما، وما لومه الموقف مخيف، ولكن لازم يوقف مع سلمان لأنه خويه. دخل كذا يتمشى على رجوله، يناظر يمين يناظر يسار، ما حصل في أحد، وحس إن الوقت مناسب ويشبك الفلاشة الكمبيوتر المخصص للطباعة، ويرسل رسالة لسلمان تراني شبكت الفلاشة. هنا سلمان يفتح الكمبيوتر حقه ويصير يتحكم بالجهاز اللي موجود هناك بدون ما أحد ينتبه، ويدخل سلمان لأنه خلاص يعتبر إنه اخترقت الشبكة الداخلية بسبب وجود هذه الفلاشة داخل الشركة من جوا. يروح لتسجيلات الكاميرا ويصير يبحث في تسجيلات الكاميرا ويرجع بالوقت والتاريخ للوقت اللي طلب فيه من محمود يدخل اليوزر والباسورد، ويحصل التسجيلات ويحصل التسجيلات وينسخ هذه التسجيلات وينزلها على جهازه. بس هنا الآن سلمان راح يعرف من هو الشخص اللي حطه في المأزق هذا. دق على محمود قال له راح افصل الفلاشة، وراح فصل الفلاشة لا من سمع ولا من دري. ويفك سلمان المقطع ويقعد يمشي حبة حبة، وصل للقطة اللي فيها محمود دخل اليوزر والباسورد، وصدق محمود بعد ما خلص صفط الورقة وقطها في الزبالة. صار تركيز سلمان الآن على الزبالة هذه الله يكرمكم، ويبغى يشوف من الشخص اللي جاء دخل يده وسحب الورقة من داخل الزبالة، ويقدم 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 ويسرع المقطع بشكل أسرع. إلا يا جماعة الخير جاء شخص كان معطي الكاميرا ظهره، وسحب الزبالة من تحت وربط الكيس، وهو طالع وشايل الكيس اللي سلمان عرفه. صار يا جماعة الخير اللي شال كيس الزبالة هذه، اللي شال الزبالة هذه يا جماعة الخير عامل النظافة داخل الشركة. سلمان هنا انجن، مستحيل نعامل بلدية يسوي الشيء ذا، مستحيل. سلمان انجن، مستحيل نعامل النظافة يسوي الشيء ذا. أخذ الزبالة هذه وطلع فيها. هنا سلمان يا جماعة الخير فقد الأمل نهائيا، قال من الشخص اللي سوى كذا؟ وقال كل الشكوك اللي جت في راسي صارت خاطئة، ومحمود مستحيل يكون محمود اللي سوى كذا، لأنه خلاص أيقن محمود ما له دخل نهائيا. مر اليوم الأول اليوم الثاني وسلمان داق الهم، يبغى يعرف من هو الشخص اللي سوى فيه الحركة الوسخة ذي وخلاه يدخل في سين وجيم، ومنهم الناس اللي جو خذوه من الدوام وقفلوا عينه، بعدين لفوا فيه حوالي 4 ساعات ووقفوا في مكان قريب لم دوامه، صاروا يحققون معاه وطلعوه مباشرة. وبرضه من هالشخص اللي كان يتصل عليه، تساؤلات كثيرة قاعدة تدور في راس سلمان. المهم بعد 3 أيام إلا محمود يتصل على سلمان، ها سلمان بشر وش صار معاك، يلا خلنا نتقابل عشان أعلمك كل شيء. يلا خلاص تمام، وراحوا وتقابلوا. ها سلمان بشر وش صار، قال والله يا محمود ما أبغى أصدمك إني ما لقيت ولا أثر يدل إن في شخص اخترق جهازي. قال له شلون؟ قال لي حصلته في الفيديو عامل النظافة جاء وخذ الزبايل وطلع وما في شيء يدل إن في شخص خذ الورقة. قال له محمود طيب ليه ما
تحفظ الفيديو هذا وتروح لعامل النظافة وتسأله، تقول الورقة اللي كانت جوا من أخذها؟ وش صار عليها؟ وليش شلت الزبالة ذي؟ وهل هو شال كل الزباين اللي موجودة في القسم؟ تصدق ما بحثت في الموضوع ذا. ويرجع سلمان طاير للفيديو ويصير يبحث يبحث يبحث، حصل عامل النظافة ما شال إلا الزبالة هذه الله يكرمكم، وباقي الزبايل تاركها. هنا سلمان شك، قال لازم أروح أسأل عامل النظافة وأشوف وش الموضوع وليه شال الزبالة ذي ولا شال باقي الزبايل. راح سلمان عند الشركة في اليوم الثالث وانتظر تحت لين جاء عامل النظافة، فهو أول شخص يجي أصلا للشركة. يناديه، تعال يا مدير، كيف حالك؟ تمام، أنا بس يبغى سؤال، أنت سؤال بس بسيط. طبعا عامل النظافة هذا يعرف سلمان انه قديم، يعرفه من زمان، ويشغل له سلمان المقطع يوريه. قال له شوف هذا، انت هذا صح؟ قال له عامل النظافة هي هذا انا. قال له طيب ليش شلت الزبالة هذه ولا شلت باقي الزبايل؟ قاعد يفكر عامل النظافة والموضوع قديم مرة، فكر فكر فكر، بعدين قال له ايه تذكرت اللي قال لي شل الزبالة هذه وطلعها برا لين اجيك، اللي هو يا جماعة الخير سعد. اي نعم سعد، مدير القسم الجديد. يسأل العامل متأكد؟ قال لي انا متأكد، سعد هو اللي قال لي شلها وودها عند السيارة لين اجي. هنا سلمان تأكد 100% ان سعد هو المتحكم الاول في جهازه اللي اخترق، ولكن ما في شيء يثبت قدام الدولة ان سعد هو اللي سوى الحيلة هذه كلها. قام سلمان بما انه اخترق الشبكة حقتهم وجمع كل البيانات، صار يدور بالحضور والانصراف حق الشركة. في اليوم اللي اخترق فيه جهازه كان سعد ماخذ اجازة. هذا الشيء خلى سلمان يتأكد ان سعد ورا البلا هذا كله، ولازم انه يرد الشيء اللي سواه له سعد ويثبت للشركة انه ما تدخل في اي شيء يمس الموضوع ذا. قال اول شيء اسويه لازم اجمع كل الادلة، بعدها اقابل سعد مقابلة ودية واعرف وش اللي صاير ومن اللي قال له سو كذا ومن اللي امره انه يسوي الشيء هذا. راح رجع للتسجيلات وسجل بعض الاشياء وسجل الحضور والانصراف، وبرضه جاب التسجيلات يوم سعد قال ميد عامل النظافة شل الزبالة هذه، يعني جمع كل الأدلة عليه، ولكن باقي دليل واحد لازم يثبته على سعد اللي هو تعامله مع ماسنجر داخل الدارك ويب. سلمان قال الآن كيف أغري ماسنجر إنه يعلمني من الشخص اللي جاه؟ أنا أعرف إنه سعد، ولكن أبغاه يرد علي ويقول لي عشان أصور الشاشة وسكت فيها سعد. سلمان فتح الكمبيوتر حقه وصار يتواصل مع ماسنجر. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب ماسنجر، أنا أبغى منك خدمة وبدفع لك اللي تبغاه. طبعا سلمان في ذا الوقت كان معاه فلوس، يعني الفلوس عنده ولا شيء. قال أبغاك بس تعطيني اسم الشخص، قال بس ابغى اعطيك اسم، اذا كان هو قل لي ايه، ابغى الشخص اللي طلب منك تسوي السكريبت حق الفلاشه. قال له ما عندك مشكله، كم تدفع واتفقوا على مبلغ. وقال لسلمان هل هو سعد؟ قال له ماسنجر اي نعم سعد اللي تواصل معي طلب مني هذه الفلاشه. صار هم سعد انه يطرد سلمان عشان هو يصير مشرف القسم الجديد ويصير هو اللي ياخذ الترقيات وراتبه يزود. الحين سلمان يبغى يثبت عليه قدام الحكومه، ولكن قبلها لازم يقابل سعد وجه بوجه. اتصل على سعد، سلام عليكم، كيف حالك سعد؟ طيب الحمد لله بخير سعد، ابغى اقابلك. يقول اول ما قلت سعد ابغى اقابلك ارتبك، ولازم يقابلني لانه بعد فتره راح يداوم عندي في الشركه بعد ما تفلس شركته، بعد ما ينقلون شركته عند البرج حقي، يعني ما يقدر يهرب. المهم حددوا يوم يتقابلون فيه. سلام عليكم، هلا والله. وتقابلوا، سلام عليكم، هلا والله سعد، كيف حالك؟ طيب، هلا والله سلمان، امورك زينه؟ سأل سلمان سعد بس انا عندي سؤال واحد، انا ابغى اعرف انا وش قد ضريتك فيه. قول اول ما قلت السؤال هذا لسعد تغير وجهه 180 درجه. يا ابني انا وش قد ضريتك فيه؟ ليه سويت فيني هذا الشيء كله؟ انا وش سويت؟ وصار ينكر. وزير سلمان يوريه الدليل واحد ورا الثاني. قال له تبغى الان اسجنك وبين هذا الشيء للشركه وخليها تحاسبك محاسبة قانونية؟ يا ابن الحلال تكفى، ولا عد راح اعيدها. اتمنى انك تسامحني يا سلمان. كيف اسامحك وانت مخليني ما يقارب 3 سنوات بلا وظيفة؟ كيف؟ بسألك يا سعد، من الشخص اللي طلب منك هذا الشيء؟ سكت سعد وتغير وجهه، وسلمان قاعد يضغط عليه. قل لي بس من اللي طلب منك هذا الشيء تسويه؟ وقال انك بعد ما تطرد سلمان راح انا اعينك مشرف على هذا القسم. قال له اسمع يا سلمان، الموضوع اللي صار كله مو بيدي، الموضوع صار جاني امر من شخص، هذا الشخص قال انه يبغى سلمان يطلع من هذه الشركة. قال من هذا الشخص؟ قال هذا الشخص هو مدير الاي تي. شلون مدير الاي تي؟ اي نعم يا سلمان، مدير الاي تي اللي طلب مني هذا كله، مدير الاي تي اللي كان يقابل سلمان ويقول له انت محتاج فلوس وكان قاعد يستجوب سلمان. قال متاكد انه هو مدير الاي تي، ويصير ويوريه الرساله. قال شوف هذه رسالته لي وطلب مني العمل هذا كامل، فانا يا سلمان طلعني من الموضوع، فاتمنى انك تستر علي. سلمان ضاق
باق بشكل كبير. هذا أنا وش سويت لعشان يسوي فيني كذا؟ وليه كان يتكلم علي؟ بعدين سلمان قال صدق ليه سوى كذا؟ وليه الاستجوبون يطلعوني بسرعة؟ صار يبحث ورا الموضوع. قال ميت سعد، سعد أنا لي تفاهم معك في يوم ما، ولكن الآن خلني أطلع وأركز في كل شيء قاعد تقوله، وأركز في الصدمات اللي قاعد تصدمني فيها أنت. أنا ما توقعت يوم من الأيام واحد معاي في الدوام يسوي علي المؤامرة هذه، وأنا والله العظيم ما قد ضريتك، وليه تسبب لي الضرر هذا؟ ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. يطلع سلمان زعلان ويشغل سيارته ولا يبغى يرجع البيت. طبعا سلمان يقول أنا إذا كنت في السيارة أو أمشي على رجولي أقدر أخذ راحتي وأفكر بهدوء، يقول وأقعد أربط المواضيع. قعدت أربط المواضيع شوي شوي وأربط بين الموضوع هذا وبين الموضوع هذا، وعقلي تقفل ولا قدرت أخمن وش الشيء اللي يبغاه مني وليه سوى فيني كذا. إيه وبعدين إنهم طلعوني من التحقيق في وقت صغير ليه؟ سكت سلمان ولكن في قلبه انتقام من هذا الشخص اللي سوى فيه الشيء ذا. وبرضه سعد كانت حركته ما لها داعي إنه يسوي الشيء هذا كله في سلمان. قال سلمان الآن مدير الآي تي سبب لي هذا الشيء، والشخص اللي حقق معاي ذاك اليوم كان وضعه غريب، وبرضه من الشخص اللي كان يكلمني يا أخي والله صوت اني عارفه وسامعه زين واحسه هو الشخص المسؤول. يقول سلمان رفعت الجوال طيط 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 واتصل عليه، وحاول اتصل واتصل ولا في اي رد، عرفت اني فقدت الامل من الناحيه هذه. يقول اليوم الثاني اللي داومت فيه كان يوم غريب مره، ما تحملت الدوام نهائيا ونفسيتي قافله لابعد درجه. انا وش سويت عشان انحط في الموقف الوسخ هذا؟ ولكن من جهه ثانيه يقول سلمان يقول والله لرب ضاره نافعه، صدقهم ضروني ولكن الان انا في مكان الكل يحلم به، المكان هذا نقل حياتي من جهة إلى جهة أخرى. سكت سلمان ومشى السالفة. يقول قررت أبحث عن مدير الآي تي هذاك منه في نفس السجلات المسربة عندي في العمل وأشوف أهو مين ومن وين جاي وين كان يشتغل. يقول دخلت النظام، يقول وصرت أبحث في البيانات اللي سحبوها من قبل من الشركة، قلت لازم أطلع هذا الشخص مين. يقول صرت أبحث صرت أبحث صرت أبحث، المعلومات اللي مسحوبة في النظام مخفية اسمه بالكامل، يعني الشخص هذا ورا هذا الموضوع. اشمعنى اسمه اختفى من المعلومات اللي موجودة عندهم؟ قلت مالي إلا أنتظر بعد شهر لين ينتقلون للبرج حقنا وأعرف منه هذا المدير وش أهدافه اللي قاعد يسويها. يقول سلمان أنا عارف شكله وعارف وجهه وعارف وحافظه زين، حتى صوته حافظه، مو هو الشخص اللي كان يكلمني قبل. بعد مرور شهر انتقلت الشركة هذه إلى البرج حقهم، صاروا يداومون في هذا البرج. يقول سلمان صرت أبحث عن الشخص هذا، أبحث عنه في الأدوار وفي الأقسام لين حصلته وصدته. يقول في البداية مستحيل إني أتهجم عليه وأقول له أي كلمة. يقول أول ما شفته والشخص هذا جديد في البرج لفتني شيء بسيط، والشيء هذا زاد الشكة عندي بشكل كبير إن سلمان إن هذا المدير كان واقف مع أحد مسؤولين الشركة، والمسؤولين هذول كبار مرة، كان يسولف معاه بكل أريحية كأنه يعرفه من زمان. يقول من هنا بديت أثبت أشياء إن هذول الشخصين يعملون مع بعض وإن وراهم سر. المهم انتظر سلمان لين يخلص وراح سلم عليه وكلمه، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله أمورك زينة، عرفتني؟ قالوا أنت سلمان، مرحبا. هلا والله سلمان، كيف حالك؟ انت شغال هنا معنا؟ يقول سوى نفسه انه ما يدري اني انا شغال في هذه الشركه. قلت له نعم شغال هنا. قال والله وتطورت يا سلمان وصرت تشتغل في شركه كبيره وفالك التوفيق ان شاء الله. يقول استغربت من ردة فعله، هل هذا الشخص هو اللي سبب لي الضرر ولا شخص ثاني؟ استغربت استغراب حرفيا كبير. قال له سلمان خلاص راح تباشرون العمل هنا؟ قال له اي راح نباشر العمل هنا. قال له وين راح يكون قسمكم بالضبط؟ مدير اي تي هذا حدد القسم حقهم. سؤال سلمان هذا كان فيه ذكاء كبير، يبغى يعرف وين الاجهزه اللي يقعدون فيها عشان يعرف حساباتهم واسماءهم. الحين الشخص هذا صار تابع لهذا البرج. المهم سلمان ثبت مكان المدير هذا اللي هو مدير الاي تي، وصار يراقبه حبه حبه، وصار يتصيد معلومه معلومه، وسوى تنصت للجهاز حق الاشياء اللي ترسل وتستقبل، عرف اسمه عن طريق توقيع الكتروني داخل الجهاز. بعلمكم وش سالفه التوقيع الالكتروني. الحين اذا كان عندك اي جهاز عندك وانت شغال في شركه عندك يوزر وباسورد، لما ترسل معامله المعامله هذه يكون مغلفه بتوقيع الكتروني انت ما تشوفه، ولكن المستلم يدري ان هذه الرساله جايه من الشخص الفلاني هذا، ويكون فيها اسمه واي بي جهازه وبعض المعلومات. سلمان صاد اسم الشخص ذا، صار يسوي عليه بحث وسيرش بشكل كبير، اول ما خذ اسمه انتهى الدوام ويرجع البيت ويصير يبحث عن اسمه بشكل كبير مره، بشكل حرفيا كبير كبير، سوى سيرش ضخم، يبحث منه ويبحث منه ويبحث في كل مكان. يقول ما حصلت شيء، قلت لي ما اروح ابحث داخل الدارك ويب واشوف هل هذا الشخص اسم هناك او لا. يقول حلفني الحظ وبحثت في الدارك ويب وحصل اسم هذا الشخص موجود في الدارك ويب، والشخص هذا تاجر داخل الدارك ويب،
يعني هذا بائع كبير في الدارك ويب. يقول قلت خلني أشوف وش يبيع هذا مدير الاي تي داخل الدارك ويب. يقول صرت أبحث وأبحث، استغربت يا جماعة الخير إنه يبيع المعلومات المخصصة للشركات داخل الدارك ويب. وش فائدة تسامى الشيء هذا؟ وش راح يفيد وش راح يضر؟ حرفيا إنك أنت تكون عندك معلومات شركة كاملة وتقدر تستغلها بأي طرق من الطرق. يقول لاحظت سلمان إن هذا الشخص يتاجر بالمعلومات، وشغلة متاجرة المعلومات هذه مربوطة مع شركتنا، في ناس يطلبون مني إني أسحب معلومات. حسيت بينهم ترابط كبير مرة. قلت إن هذا الرجال والله العظيم إنه يعرف مدير الشركة وإنه يشتغل معه، وإن المؤامرة اللي سووها من راس هذا الشخص. يقول أيقنت إيقان تام إن هذا الشخص مدير الآي تي شخص كلب ونذل، ومستغل سلطته ومستغل المكان اللي هو فيه، وما يهمه مصلحة الناس نهائيا، ولكن والله ما خليه. سلمان حط في راسه هذا الشخص ما راح يفك، لازم يوقف عند حده ولا عاد يسوي الحركات ذي مرة ثانية. ولكن يقول سلمان قبل ما أتهور واروح خطوة قدام لازم أتأكد تأكد تام إن هذا الشخص صدق متلاعب. قلت ما راح أخطي أي خطوة إلا لين أتأكد بالضبط، لأن هذا الشيء راح يكون ضدي إني أسبب له مشكلة وبعد فترة يصير ظني كله خاطئ. يقول صرت أبحث وأبحث. يقول سلمان في يوم من الأيام جتني مهمة، والمهمة هذه كانت صعبة لأبعد درجة، ولكن نظام المهمة مختلف. بالعادة إحنا اللي نكون مخترقين، ولكن هالمرة صرنا بس ندافع، والمهمة هذه على أحد الشركات اللي موجودة عندنا. انعرضت المهمة ورحت أبغى أشتغل فيها، عطوني اسم الشركة وعطوني التفاصيل وعطوني وش المشكلة، ورحت توجهت على طول للشركة وصرت أشتغل فيها، أشتغل في الشبكة اللي موجودة عندهم، وحصلت عندهم ثغرة، صرت أعالج هذه الثغرة، عالجت هذه الثغرة وقفلتها، ورجعت للدوام وخبرتهم بالشيء اللي أنا سويته، وعطوني مكافأة على الشغل اللي اشتغلته وشكروني. يقول لكن الموضوع مو هنا، فتحت اللابتوب كنت قاعد أتصفح ودخلت على طول على الدارك ويب، وأنا مشغل راسي مدير الآي تي هذا. يقول ودخلت على الدارك ويب وقعدت أتصفح على الحساب حقه. يقول وأنا قاعد أبحث إلا حصل اسم الشركة اللي أنا كنت توني جاي منها وعالجت الثغرة حقتهم، حطها إعلان جوا الدارك ويب وكاتبة عندنا ثغرة، واللي راح يعالجها راح ياخذ مبلغ 500,000. الحين سلمان بدأ يصحصح وعرف إن في ترابط بين مدير الآي تي وبين الشركة حقته، فأيقن إن الشركة حقته هذه الكبيرة تشتغل تحت الدارك ويب، يعني حصلوا الإعلان هذا داخل الدارك ويب بخذته الشركة هذه ونزلته، واللي يحله ياخذ مبلغ والباقي تاخذ الشركة. يا سلام، كذا عرف سلمان خلاص أيقن شركتي والله العظيم إنها تشتغل مع الدارك ويب أيقن. فجت في راس سلمان فكرة، والفكرة هذه ممكن تنجح ممكن لا، ولكن لو ما نجحت راح تنتهي حياة سلمان المادية. سلمان الآن عرف طبخة الشركة، إن الشركة هذه تدخل الدارك ويب تشوف الشركات المخترقة والناس اللي يطلبون البيانات والأشياء هذه، ياخذ العروض هذه ويخلي الناس يحلونها. قال لي أنا ما أفتح لي شركة صغيرة وأنا أشتغل فيها وأسوي نفس الخدمات اللي تسويها الشركة ذي. طبعا سلمان يبغى يسوي الشركة هذه عشان هو بعدين ما يحتاج الشركة اللي هو شغال فيها، لأن في راسه خطة، والخطة هذه حرفيا قوية. قال لهم أوكي، قال لازم أول شيء أجمع التيم حقي. صار يبحث له عن تيم، ما حصل ناس كويسين. قال حل الأنسب إني أدخل شركتنا هذه اللي أنا فيها وأبحث في معلوماتها وأشوف الناس اللي راح تنتهي عقودهم ووقع معهم عقود وخليهم يشتغلون معي، وبرضو ممكن أشوف الناس المفصولين من قبل وأعرف ليه مفصولين وبرضو أجيبهم وأشغلهم عندي. بدأ يشتغل على هذه الفكرة. جاء اليوم الثاني للدوام ويفتح الكمبيوتر ويدخل اليوزر والباسورد ويدخل على جهازه ويقعد يبحث 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 ويحصل حوالي ممكن 13-14 شخص. وال14 شخص هذولي في منهم 6 أو 7 بتنتهي عقودهم، والسبعة الثانيين لا مفصولين من العمل نفسه. طبعا تحت كل توقيع استقالة أو فصل يكون في ملاحظات يعبيها الموظف، وش سبب الفصل وليه انفصل وش عنده وليه، كان يقرأ بعض التفاصيل هذه وبعض المشاكل اللي مرت عليهم، وأغلبها عدم إنجاز المهام. قال سلمان بس جت كذا الفكرة في راسه أن ترى هذولي المفصولين تراهم كانوا يشتغلون نفس شغلك، ولكن فصلتهم الشركة لأنه ما خلصوا المهام اللي عليهم. خلاص أيقن سلمان أن هذا صدق الشيء اللي انفصلوا عشانه. حصل أرقام التواصل حقهم، يطلع ورقة ويسجل أرقام التواصل واحد ورا الثاني، ويرجع للبيت وتكون زوجته رجعت من المستشفى وحالتها كل شيء تمام ووضعها تمام وحالتها مستقرة داخل البيت، ويطلع أرقامهم واحد ورا الثاني، ويحط الكمبيوتر قدامه ويجيب الجوال ويتصل، وحاط ورقة على جنب يشوف من الشخص اللي توظف ولا باقي ما توظف. سلام عليكم الفلان الفلاني، كيف حالك؟ طيب حصلت وظيفة أنت؟ لا والله ما حصلت وظيفة. طيب في وظيفة حاب تشتغل فيها؟ قال له وشو؟ قال احنا شركة، ويقعد يعرفها شركة شغالة ونبغى نتطور وحبة حبة. قال له الشخص هذا اللي كلمه، قال له ولكن ترى انا عندي سابقة قبل اني مفصول من عملي. سلمان سوى نفسه ما يدري، مفصول من عملك؟
ما في مشكلة، ممكن عندك ظروف، ممكن عندك شيء، ولكن نبغى نجتمع ونعرف. المهم نسق مع السبعة الأولين في أول يوم، واستأجر مكتب. المكاتب هذه اللي تيجي بالأسابيع تقدر تستأجرها. راح استأجر له مكتب وقعد فيه وصار يسوي معهم مقابلات، ويجي الشخص الأول ويجي الشخص الثاني والثالث والرابع والخامس. من السبعة هذول اللي جوه ما وظف منهم إلا واحد، وهذا الشخص اسمه إياد. هذا أول موظف عنده في الشركة اسمه إياد، وقع معه. اليوم الثاني نسق مع السبعة الثانيين وبرضه سوى معهم مقابلات وبرضه طلع بواحد، والواحد هذا اسمه عيسى. اجتمع مع الاثنين ذول اللي هو إياد وعيسى. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم؟ انتوا اللي وقع عليكم الاختيار ونبغاكم اثنينكم. عندكم ناس من اخوياكم كويسين؟ الواحد يقول لا والله ما عندي وما ادري ايش. سأل إياد قال انت وين كنت موظف؟ سأل اللي هو عيسى انت برضه وين كنت موظف؟ كلهم جاوبوا نفس الجواب، قالوا احنا كنا موظفين في البرج الفلاني، وهو نفس البرج اللي كان يشتغل فيه سلمان. قال له سلمان انا شغال الان في البرج، شغال مع الشركه نفسها. قال له إياد انت لحد الان على راس العمل؟ قال له ايه لحد الان على راس العمل. قال له إياد تكفى اني طالبك، تكفى ابغى منك خدمه. قال اصبر يا ابن الحلال، انا عندي موضوع اهم. إياد قال انا راضي اشتغل معك مجانا، ولكن ابغى منك خدمه داخل الشركه ذي، وانت اللي راح تقدر توصلني لها. قال سلمان بسمع وش تبغى، بس خلني بعلمك وش الموضوع اللي عندي. قال له قول. صار سلمان يشرح له الموضوع انه صار كذا 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 كذا. الا إياد يضحك. قال له سلمان شو السالفه، ايش فيك تضحك؟ قال كمل في شيء ثاني. قال لا بس هنا. قال إياد انا وصرت ابحث بعد ما عرفت انه يتاجر معلومات، قلت ما راح اخطي اي خطوه الا لين اتاكد بالضبط، لان هذا الشيء راح يكون ضدي، اني ابلاه اني اسبب له مشكله وبعد فتره يصير ظني كله خاطئ. يقول صرت ابحث وابحث. يقول سلمان في يوم من الأيام جتني مهمة، والمهمة هذه كانت صعبة لأبعد درجة، ولكن نظام المهمة مختلف. بالعادة إحنا اللي نكون مخترقين، ولكن هالمرة صرنا بس ندافع. والمهمة هذه على أحد الشركات اللي موجودة عندنا. انعرضت المهمة ورحت أبغى أشتغل فيها. عطوني اسم الشركة وعطوني التفاصيل وعطوني وش المشكلة. ورحت توجهت على طول للشركة وصرت أشتغل فيها، أشتغل في الشبكة اللي موجودة عندهم، وحصلت عندهم ثغرة. صرت أعالج هذه الثغرة، عالجتها وخلصت منها وقفلت عالجت هذه الثغرة وقفلتها، ورجعت للدوام وخبرتهم بالشيء اللي أنا سويته، وعطوني مكافأة على الشغل اللي اشتغلته وشكروني. يقول لك الموضوع مو هنا. فتحت اللابتوب كنت قاعد أتصفح ودخلت على طول على الدارك ويب، وأنا مشغل راسي مدير الاي تي هذا. يقول ودخلت على الدارك ويب وقعدت أتصفح على الحساب حقه. يقول وأنا قاعد أبحث إلا حصل اسم الشركة اللي أنا كنت توني جاي منها وعالجت الثغرة حقتهم، حاطة إعلان جوا الدارك ويب، وكاتبة إن عندنا ثغرة واللي عالجها له المبلغ، وكاتبة عندنا ثغرة واللي راح يعالجها راح ياخذ مبلغ 500,000 ريال، واللي راح يعالجها راح ياخذ مبلغ 500,000. الحين سلمان بدأ يصحصح وعرف إن في ترابط بين مدير الاي تي وبين الشركة حقته، فأيقن إن الشركة حقته هذه الكبيرة تشتغل تحت دارك ويب. يعني حصلوا الاعلان هذا داخل الدارك ويب، بخذت الشركه هذه ونزلته، واللي يحله ياخذ مبلغ والباقي تاخذ الشركه. يا سلام يا سلام. كذا عرف سلمان خلاص ايقن شركتي والله العظيم انها تشتغل مع الدارك ويب. ايقن قرر انه يتحول سلمان. فجت في سلمان راسه فكره، فجت في راس سلمان فكره، والفكره هذه ممكن تنجح ممكن لا، ولكن لو ما نجحت راح تنتهي حياه سلمان الماديه. سلمان الان عرف طبخه الشركه، ان الشركه هذه تدخل الدارك ويب تشوف الشركات المخترقه والناس يطلبون البيانات والأشياء هذه، ياخذ العروض هذه ويخلي الناس يحلونها. قال لي أنا ما أفتح لي شركة صغيرة وأنا أشتغل فيها وأسوي نفس الخدمات اللي تسويها الشركة ذي. طبعا سلمان يبغى يسوي الشركة هذه عشان هو بعدين ما يحتاج الشركة اللي هو شغال فيها، لأن في راسه خطأ، والخطأ هذه حرفيا قوية. قال له أوكي. قال لازم أول شيء أجمع التيم حقي. صار يبحث له عن تيم، ما حصل ناس كويسين. قال حل الأنسب إني أدخل شركتنا هذه اللي أنا فيها وأبحث في معلوماتها واشوف الناس اللي راح تنتهي عقودهم ووقع معهم عقود وخليهم يشتغلون معي، وبرضه ممكن اشوف الناس المفصولين من قبل واعرف ليه مفصولين وبرضه اجيبهم واشغلهم عندي. يا سلام. فبدا يشتغل على هذه الفكره. جاء اليوم الثاني للدوام ويفتح الكمبيوتر ويدخل اليوزر والباسورد ويدخل على جهازه ويقعد يبحث ويحصل حوالي ممكن 13 14 شخص، والشخص هذولي مفصولين من الدوام. وال14 شخص هذولي منهم 6 بتنتهي عقودهم، منهم حوالي 7 عقود، منهم 6 وال14 شخص هذولي في منهم 6 او 7 بتنتهي عقودهم، والسبعه الثانيين لا مفصولين من العمل نفسه. طبعا تحت كل توقيع استقاله او فصل يكون فيه ملاحظات يعبيها الموظف، وش سبب الفصل وليه انفصل وش عنده وليه، كان يقرا بعض التفاصيل هذه وبعض المشاكل اللي مرت عليهم، واغلبها عدم انجاز المهام. قال بس هذولي كانوا يشتغلون نفس شغلتي
قال سلمان بس جت كذا الفكرة في راسه أن ترى هذولي المفصولين ترى هم كانوا يشتغلون نفس شغلك ولكن فصلتهم الشركة لأنهم ما خلصوا المهام اللي عليهم. خلاص أيقن سلمان أن هذا صدق الشيء اللي انفصلوا عشانه. حصل أرقام التواصل حقهم يطلع ورقة ويسجل أرقام التواصل واحد ورا الثاني ويرجع للبيت وتكون زوجته رجعت من المستشفى وحالتها كل شيء تمام ووضعها تمام وحالتها مستقرة داخل البيت. ويطلع ارقامهم واحد ورا الثاني ويحط الكمبيوتر قدامه ويجيب الجوال ويتصل وحاط ورقه على جنب يشوف من الشخص اللي توظف ولا باقي ما توظف. السلام عليكم الفلان الفلاني كيف حالك طيب حصلت وظيفه انت؟ لا والله ما حصلت وظيفه. طيب في وظيفه حاب تشتغل فيها؟ قال له وشو؟ قال احنا شركه وقاعد يعرفها شركه شغاله ونبغى نتطور وحبه حبه. قال له الشخص هذا اللي كلمه قال له ولكن ترى انا عندي سابقه قبل اني مفصول من عملي. سلمان سوى نفسه ما يدري. اوه مفصول من عملك ما في مشكله ممكن عندك ظروف ممكن عندك شيء ولكن نبغى نجتمع ونعرف. المهم ناس مع السبعة الأولين في أول يوم واستأجر مكتب المكاتب هذه اللي تيجي بالأسابيع تقدر تستأجرها. راح استأجر له مكتب وقعد فيه وصار يسوي معهم مقابلات ويجي الشخص الأول ويجي الشخص الثاني والثالث والرابع والخامس. من السبعة هذول اللي يجوه ما وظف منهم إلا واحد وهذا الشخص اسمه إياد. هذا أول موظف عنده في الشركة اسمه إياد وقع معه. اليوم الثاني نسق مع السبعة الثانيين وبرضه سوى معهم مقابلات وبرضه طلع بواحد والواحد هذا اسمه عيسى. قال لهم اجتمع مع الاثنين ذول اللي هو إياد وعيسى. السلام عليكم عليكم السلام كيف حالكم انتوا اللي وقع عليكم الاختيار ونبغاكم اثنينكم عندكم ناس من اخوياكم كويسين. الواحد يقول لا والله ما عندي وما ادري ايش. سأل اياد قال انت وين كنت موظف؟ سأل اللي هو عيسى انت برضو وين كنت موظف؟ كلهم جاوبوا نفس الجواب قالوا احنا كنا موظفين في البرج الفلاني وهو نفس البرج اللي كان يشتغل فيه سلمان. قال له سلمان انا شغال الان في البرج وشغال مع الشركه نفسها. قال له اياد انت لحد الان على راس العمل؟ قال له ايه لحد الان على راس العمل. قال له اياد تكفى اني طالبك تكفى ابغى منك خدمه. قال اصبر يا ابن الحلال انا عندي موضوع اهم. اياد قال انا راضي اشتغل معاك مجانا ولكن ابغى منك خدمه داخل الشركه ذي وانت اللي راح تقدر توصلني لها. قال سلمان بسمع وش تبغى بس خلني بعلمك وش الموضوع اللي عندي. قال له قول. صار سلمان يشرح لهم الموضوع انه صار كذا 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 الا اياد يضحك. قال له سلمان شو السالفه شو تضحك؟ قال كمل في شيء ثاني؟ قال لا بس هنا. قال اياد انا كنت في نفس مكانك يا سلمان وانفصلت من الشركه هذه وعيسى يقول لا انا كنت موظف واموري زينه فجاه في شخص مسح الغياب والحضور حقي وصرت غايب طول السنه والشيء هذا سبب في فصلي. المهم اجتمعوا وسووا لهم شركة وقال لهم سلمان في البداية ما راح نشتغل على رواتب ان الثلاثة راح نأسس الشركة هذه وناخذ المهام اللي موجودة في الدارك ويب ونشتغل عليها بعد ما نضمن شغلنا. ما عليك يا اياد انا راح ارد الشيء اللي انت تبغاه من الشركة وراح اخذ حقك وحقي. شو السالفة؟ ويقعد سلمان يقول له السالفة. قام سلمان يقول له السالفة. قال السالفة اني كنت انا اشتغل دوام اول وفصلوني من الدوام وقالوا اني انا مخترق الجهاز وبعدين توظفت في هذه الشركة بعدها بسنتين وصرت اشتغل مع الدارك ويب وانا ما ادري وفي شخص حاب انتقم منه. من هو؟ والله الشخص اللي هو مدير الاي تي. يعلمه من هو من هو؟ اياد ما عرفه. قال خلاص انت تبغى مدير الاي تي وانا ابغى شخص جوا الشركه. بعدين سلمان قال له يا اخي بسالك سؤال انت يوم كنت تشتغل نفسي قال هل في شخص يتصل عليك في لحظه المهام ويعطيك المهام احيانا يشكر احيانا يحذرك؟ قال له ايه. قال له تعرف من هو؟ قال له اياد ايه اعرفه ولكن ابغى اسالك سؤال انت يوم فصلوك من دوامك الاول هل قبلها ودوك لتحقيق؟ قال سلمان ايه ودوني لتحقيق. قال ما تتذكر صوت الشخص اللي حقق معاك؟ قال الا ايه تصدق ايه والله هو الشخص اللي كان يحقق معاي. قال وازودك على الكلام هذا شفت الشخص اللي حقق معاك هذا هو اللي يتصل علينا ولكن في شيء ثاني الشخص هذا ترى مو تابع الجهة امنية ولا يمس الحكومة باي شيء الشخص هذا شغال معهم. هنا ايقن سلمان ما انه شغال معهم وقاعد ينتحل صفة امن الشخص هذا خطير وتذكر سلمان فرتهم بالسيارة 4 ساعات وبعدها يطلعونه في نص دقيقة عرف ان هذه كلها مؤامرة والشي اللي سواه مدير الاي تي بس عشان يفصله بطريقة قانونية. طيب ليه فصلني؟ انا ممكن افيد شركته. ليه فصلني ليه؟ وقال هذا التساؤل لياد. قال يا اخي طيب ليه فصلني؟ انا ممكن افيد شركته. قال بعلمك ليه فصلك. اياد عارف الطبخة عارف السيناريو اللي صار كله. قال فصلك الله يسلمك بسبب ان الشركة اللي شغالين فيها احنا كانت تدور ناس مميزين والشخص اللي يبحث عن موظف مميز ويجيبه لهم يستلم جائزة ومديرك حب يستغل هذه الجائزة ويفصلك من دوامك بطريقة قانونية ويعطيهم الموظف ويعطيهم بيانات الشركة نفسها يصير كاسب شيئين بيانات الشركة حقتك وبرضو انت. الآن أجزموا اثنينهم انها لحظة الانتقام ولكن متى؟ بعد ما يجمعون فلوس. يقول سلمان صرنا نشتغل انا وعيسى وإياد ونشتغل ليل نهار ليل نهار. يقول جمعنا فلوس في قرابة ممكن 7 أو 8 شهور. الفلوس هذه كبيرة مرة ترى دائما الأشياء التقنية هي المكسب في الفترة الحالية هذه حرفيا فيها ثروة مرة كبيرة. المهم خططوا اليوم اللي ينتقمون فيه وحطوا فيه خطة والخطة هذه هي الخطة اللي راح خلاص تكشف كل شيء وراح تبين ان هذا الشخص كذاب. قرر سلمان يوزع المهام على اياد وعيسى
وكل واحد يعطيه بعض المهام عشان ينجزها ويخلصها بأسرع وقت ويقدرون يحاجونه عند القضاء. كلمه عيسى: عيسى ابغاك تجهز لي مقاطع الفيديو اللي فيها عامل البلديه اخذ الزباله وما ادري ايش. المهم قال له جمع لي كل التفاصيل هذه، وصدق راح عيسى واشتغل في هذا الموضوع. وقال مدياد: ابغاك تراقب لي كل شيء يسويه على الانترنت، من تصفح من تنقل من اي شيء تسويه في حياته. قال له هياد تم، وبدوا يشتغلون ويجمعون هذه المعلومات، واتفقوا ان بعد 5 ايام يتقابلون في المكتب نفسه. طيب وش راح تسوي يا سلمان؟ وش الخطه اللي في راسك؟ وش الانتقام اللي تبغى تسويه؟ مرت ال5 ايام هذه وتقابلوا. قال لهم سلمان: الان بما ان جمعنا الادله، طبعا كشغل منطقي انك تتوجه فيها الى المحكمه. قالوا ايوه وش بعد؟ ونرفع عليه قضيه بخصوص الموضوع هذا، ان الرجال هذا سوى كذا وكذا وكذا وكذا، وان الرجال هذا قد فصلنا من اعمالنا ودخل في طرق غير شرعيه. جمعوا ورفعوا هذه الدعوه الى المحكمه. طبعا اذا جت رساله للمحكمه تجي رساله للطرف الثاني، لازم تجينا مرفوع عليك دعوه. وصلت الرساله هذه عند مدير الاي تي، من رافع الدعوه الى يناظر اللي رافع الدعوه عليه القضائيه هذه اللي هو سلمان. شو السالفه والصاير؟ على طول مدير الاي تي رفع جواله واتصل على سلمان: السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب انت رافع علي دعوه، وش الموضوع؟ حد الان مسوي نفسه مجنون ما يدري ابد. قال له سلمان الموضوع القديم كله. قال: انا ادري انك سويت كذا وكذا وكذا وكذا، وادري انك ضريتني، ولكن والله ما خليك. من اللي قال لك الكلام ذا؟ انت جايك كلام مغلوط، الكلام هذا مو حقيقي. الكلام مو حقيقي ان شاء الله راح تعرفه وين؟ راح تعرفه في المحكمه. الرجال ارتبك مره، وصل لاخر مراحل الارتباك. سلمان حددوا المحكمه يوم له، واليوم هذا راح يكون بعد 3 اسابيع من نفس اليوم ذا اللي كلمه وقال له انه كذا وكذا وكذا. يقول سلمان بعد مرور 4 ايام وانا طالع من البيت، يقول لا ناظر في سياره واقفه جنب سيارتي، يقول لا اخفيكم خفت مره، قلت من هو هذا؟ سياره مخيمه وما ادري من اللي داخلها. ويمشي ورايح لسيارته سلمان ويفتح بالريموت، الا في شخص ينزل من جنب السياره اللي واقفه جنب سيارته، اللي هو مين؟ مدير الاي تي. السلام عليكم. عليكم السلام. سلمان ابغاك دقيقه. قال لا تكلمني، تفاهمنا كله راح يكون في محكمه. قال يا اخي اسمع مني، لو ما سمعت مني الان انت راح تتضرر وانت تشتغل معنا في الشركه. سلمان هنا بدا يستوعب، صدق انا اشتغل في شركه، شركه فيها هذا الرجال، والشركه باحيانا هذه تدير اشياء خطيره. سلمان اقتنع شوي بكلامه، قال طيب ويعني؟ قال خلني اركب معاك وراح اعلمك كل شيء. قال له طيب يلا تعال. ويركب سلمان ويشغل السياره ويركب الرجال جنبه، طرق طرق وتتقفل البيبان دق 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 ويمشي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا فلان ليه سويت فيني كذا وليه 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 وليه؟ الا مدير الاي تي يقول له، قال له انا في البدايه طمعت، ولكن ترى يا سلمان انا اخذتك من شركه كانت ما تسوى، خليتك تتوظف في شركه افضل من الشركه اللي قبل. قال له سلمان لا تلعب علي، انا شايفك موافق على العرض الخاص بسحب المعلومات من شركتنا، فصلتني من طريق هذا. قال له انا عارف، ولكن انا بعد ما فصلتك ما خليتك، كلمت الشركات الثانيه كلها عنك وقلت ان في شخص كويس في المجال هذا، يعني انا توصيت لك قدام كل الشركات، شوفك الان شغال في مكان كويس وبراتب دبل ممكن 6 او 7 مرات من عن وظيفتك القديمه، وشوف حالتك الماديه وشوف بيتك وشوف حاله عيالك. انت لو ترفع قضيه الان ترى اثنين راح ناكلها. اوكي انا راح انسجن وانت برضو راح تنسجن، ولا ناس العقد اللي وقعته مع العمل. قال سلمان ها؟ اي عقد؟ قال نسيت موضوع السريه تامة، وان ما في شيء ينفضح ولا شيء يطلع، انا معكم في نفس المنظمه. ابغاك يا سلمان الان تسحب الدعوه، كان لا شيء حرفيا صار، ولازم نقفل على هذا الموضوع في اسرع وقت. سلمان بدا يقتنع، ولكن تذكر اياد في راسه انتقام. شو الموضوع الحين؟ اتنازل عن حقي ولا اسكت؟ الا شوي قاطع مدير الاي تي، قال اسمع وراح اعطيك فوق هذا كله مبلغ مالي، ولكن لازم تشيل الدعوه ذي ولازم تفكني شرها. ليه؟ لان مدير الاي تي خلاص درى انه انكشف وكل شيء بان، كل الادله قاعده تثبته. سكت سلمان وقفل على الموضوع وكأن لا شيء صار. يا ساتر سلمان وش تبي توصل له؟ علمني ليه قاعد تشدني من البداية للنهاية؟ هل القصة بسيطة لذا الدرجة؟ لا يا جماعة الخير. سلمان رجع لبيته ونزل الشخص هذا سيارته وحرك سلمان وراح للدوام، ودخل دوامه كأي يوم عادي. يقول سلمان وانا في نص الدوام قلت خلني اسحب الدعوة حقت المحكمة ذي، صدق وافتك من السالفة هذه. واول ما سحبت الدعوة بعدها بمرور ساعة كذا او ساعة ونص الا يجيني اتصال من رقم غريب، ويرن الجوال ترن ترن، يقول وارد الو السلام عليكم. قال لي على طول سلمان؟ قلت اي نعم سلمان. قال وينك الان؟ قلت في الدوام. قال اطلع الان وتعالنا القسم. شو السالفه؟ تعالنا القسم بسرعه، الموضوع خطير. يطلع سلمان على طول من الدوام على القسم، السلام عليكم، هلا والله وش السالفه؟ قال سلمان بيتك تعرض للالتماس واحترق وما حصلنا اي اثر داخل البيت، هل في ناس عشوب معاك جوا البيت؟ قال اي نعم زوجتي وولدي. قال له ما حصلنا ولا اي اثر داخل البيت، ولكن بيتك احترق بسبب التماس كهرب. سلمان توتر، وزوجتي طيب وولدي؟
شيء، شو سوي فيهم؟ وينهم؟ أكيد احترقوا داخل البيت. يروح سلمان بعد الحريق ويبحث داخل البيت، طبعاً النار تاكل أي شيء، تاكل الأخضر واليابس والأوادم، الله يكفينا شر هذه النار. سلمان ما حصل ولا شيء داخل البيت، فقد عائلته بشكل كامل. وش سبب التماس طيب؟ التماس كهرب عام. طيب شو الخطة؟ أكيد الموضوع هذا مدبر. جت الشكوك هذه. قعد سلمان كذا جوا السيارة ويقفل على نفسه ويقعد يبكي ويصيح، فقد أعز ما يملك، حرفياً فقد أعز ما يملك في حياته زوجته ولده. أنا إيش سويت في حياتي عشان يصير معي ذا كله؟ أنا ليه وقعت على هذا العقد؟ وليه اشتغلت مع هذه المنظمة؟ وليه 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 وليه؟ وأكيد مدير الآي تي ورا الموضوع هذا كله. كل وحيد اللي عرف بيتي وجاني لين البيت يوم سحبت الدعوة يحرقون بيتي. فجأة مع هذا السواليف اللي يرن جواله. يناظر، من المتصل؟ اللي هي زوجته. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اللي هي زوجة سلمان، وينك؟ اني انا طلعت من البيت انا ولدك مع اخوي ورحنا نشتري بعض الاغراض بما انك انت في الدوام، ورجعنا وحصلنا البيت محترق. يعود يصيح سلمان من جديد، ولكن هذا البكاء بكاء الفرح حرفيا. الحمد لله، استارس استارس بشكل فظيع، وانا ما ادري ليه استارس حرفيا معاه، ولكن والله العظيم مره استارس. ومن الجهه الثانيه يدري انهم هم اللي حرقوا بيته، يدري ان التلاعب هذا كله من عندهم. والان سلمان لازم يرد الانتقام، وسحب الدعوة وسحب كل شيء، ولكن لازم ينتقم الان بطريقة خبيثة من مدير الاي تي هذا. كيف يرد الانتقام هذا بعد ما سحب الدعوة حقته؟ ايش راح يصير اسامة بعد ما يسحب الدعوة؟ راح اعلمكم ايش راح يصير. اللي راح يصير بالضبط، بما انه رفع دعوة قبل، عرفت الحكومة ان في مشكلة بين هذا الشخص وبين هذا الشخص، بعدين رجع من جديد وسحب الدعوة هذه. الشيء هذا راح يثير التساؤلات والشكوك، وش عنده رفع دعوة بعدين سحبها؟ وبعد فترة يحصلون الرجال هذا صاير له شيء، لما ترجع الحكومة لهذا الشيء راح يرجعون مباشرة لسلمان. فيعني لازم انتقام سلمان يكون انتقام سري ولا أحد يعرف نهائيا، ويكون الانتقام هذا انتقام ما بعد انتقام. طبعا إياد ما يعرف ان سلمان سحب الدعوة. جاء الليل وتقابل إياد وعيسى وسلمان. السلام عليكم. عليكم السلام. ويصير سلمان يقول لهم السالفة، قال إن جاني وقابلني عند البيت يوم سحبت الدعوة، بعدها بساعة ونص إلا حصل بيتي كله ملتمس ومحترق. إياد قال ممكن التماسك هذا يكون التماس عام. قال لا، ما جاء الالتماس والحريق إلا الآن، فأكيد الموضوع ورا هذا الشخص. قال له إياد، قال ترى الشركة هذه إذا حست إنك أنت مصدر خطر ترى عادي تسوي أي شيء عشان بس تنهي حياتك. وقال لهم إن أهله الحمد لله كويسين، ولكن البيت كله احترق، وقيمة الأشياء اللي داخل البيت توصل ل400,000 أو 500,000، يعني فلوسي كلها راح تروح إصلاحات لهذا البيت. أنا اليوم قررت إني أنتقم من هذا الشخص بطريقة غير شرعية، بدون ما تنتبه الحكومة وبدون الشكوك تصير علي. قال له إياد وعيسى فكرة، قالوا له اسمع، في فكرة حلوة لو نسويها بتضبط، ولكن تحتاج وقت، مو الآن نسويها، لو مباشرة الآن على طول الشكوك راح تكون عليك، والاحتياطا ان احنا نصبر لمدة 3 شهور إلى 4 شهور، وصبرنا هذا راح يطلع بنتيجة جبارة. قال هدف بس ان احنا ما نثير الشكوك علينا. قال لهم عيسى اسمعوا، عندي لكم خطة جبارة راح نتبعها. وعيسى هذا اصلا يقول سلمان انه كان داهية ويفهم وشخص يعني ذهين. قال بعد 5 شهور نبي نخترق الحوالات البنكية اللي موجودة على حسابه، وانت يا سلمان نحتاجك تكون جوا الشركة عشان نقدر نوصل له. قال لهم سلمان تم. ينتظرون بعد 5 شهور ويحددوا اليوم اللي يبدون فيه. اول عملية يسوونها انهم هم يسرقون حسابه حق الشركة، واذا سرقوا حسابه هذا يقدرون يتلاعبون بالحوالات، ويسوون لهم خطة كذا بسيطة عشان يقدرون يسرقون الحساب حقه، وقدروا حرفيا يسرقون اليوزر حقه. ولكن في مشكلة، المشكلة ان الشركة هذه الحماية فيها عالية، كل فترة يتغير الباسورد. كان في نظام كل 28 يوم الى شهر يتم تغيير جميع الباسوردات اللي في الشركة لغرض الحماية. قال لهم سلمان عندكم فكرة بسيطة، بعد ما نسرق الحساب ننتظر التغيير الثانية، نحاول نجيب الباسورد الثاني بما اننا قاعدين نتحكم بجهازه، وانتظروا لين تغير الباسورد للمرة الثانية وخذوا الباسورد الجديد عشان يصيرون يستخدمون حسابه لمدة 28 يوم بدون ما احد يدري. ولكن برضو الشركة هذه عندها حماية مرة قوية، في الله يسلمكم نظام في الشركات ان اليوزر والباسورد لازم يكون على نفس الجهاز اللي انت قاعد عنده، يعني ما يقدر يتصل عن بعد الا لازم في VPN، ولازم يكون في نظام انه يتصل عن بعد، ونظام الأمان هذا مربوط على الشبكة مو مربوط على الأجهزة. بعطيكم مثال بسيط، نفترض عندي 4 أجهزة، والـ4 أجهزة هذه فيها 4 منافذ إنترنت، كل منفذ هذا له IP معين، لما تشبكه في الجهاز يعطيك الـIP. الـ4 أسلاك هذه بس هي اللي لها السماح بالوصول، يعني الحماية مو محطوطة على الجهاز، محطوطة على الشبكة بس. المهم علينا، سلمان وش سوى؟ فصل السلك حق الكمبيوتر حقه وبدله بسلك ثاني وركب السلك حقه في الجهاز اللي عنده، والجهاز الثاني هذا كان جهاز بدون شاشة، فزرع فيه الفايروس اللي يتحكم فيه عن بعد،
صار يتحكم في جهاز جنب هذا المدير وهو ما يدري، ويتحكم بحسابه. يعني الشركة لو جت تسائل بعدين شو السالفة وش صاير وش حاصل وين الاختلاس هذا جاي منه، ما في إلا مكتب المدير هذا. ونجحت الخطة ذي، وأول ما رجع للمكتب حقه كانوا مجتمعين كلهم ويدخلون على الإدارة البنكية حقت الشركة ويرفعون حوالات مالية كبيرة. ولكن أذكياءهم بلحظة رفعتهم الحوالات المادية هذه رفعوها وين؟ قالوا أول شيء نرفعها على موقع مخصص للأقمار، حق الأقمار واللعب هذا عرفتوه. المهم في موقع إلكتروني يقدرون يلعبون فيه أقمار عن بعد، بيكون عن طريق الإنترنت. أرسلوا الفلوس هذه كلها على الموقع هذا. الموقع هذا يستخدم البيتكوين، وميزة البيتكوين إنك لا تعرف لا المرسل ولا المستقبل. يعني فلوسك لما تدخل على البيتكوين تصير فلوسك مشفرة، ما تدري من رايحة من جاية منه. هذه الحركة راح تحميهم إنها لا دخلت الفلوس على البيتكوين بعدين الأقمار يقدرون يرسلونها لحساباتهم أو يسحبونها بدون ما تدري الشركة من الصارق ومن المختلس، ويعتقدون إنه هو المدير العام. وطبقوا الخطة هذه وسحبوا مبالغ توصل إلى 5-6 مليون ويدخلونها على الموقع هذا بعدين يدخلونها على قمار. طبعا 5-6 مليون تطلع 3 مليون بعد الخسائر والأشياء هذه، تب إنهم يجربون يلعبون في الألعاب. المهم طلعت لهم ما يقارب 3 مليون، ويسحبون الفلوس. سلمان يأخذ الفلوس ويوزعها بينهم، يصلح بيته ويعيش حياته. ولكن الشخص هذا وش صار؟ جت الحكومة وقفلت على الشركة بعد ما عرفوا إنه ماخذ الفلوس مستخدمها في الأقمار. هنا سلمان سوى مهمته السرية اللي ما تثير الشبهات وتسجن الشخص هذا، وحرفيا دخل السجن وانحكم عليه بما يقارب 9 سنوات. من الفاعل ما ندري. الان بقى دور مين؟ بقى دور المجموعة اللي كانوا يحققون مع سلمان، لازم سلمان يوقفهم عند حدهم. سلمان ذا المرة حرفيا شن الحرب عليهم بشكل كبير. بعد ما انسجن ذاك وضمن انه انسجن، راح سلمان للجهات الامنية وعلمهم السالفة كاملة من الى، قال انه صار له كيت 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 كيت، وان اللي صار له بسبب الشخص هذا بسبب الشخص هذا بسبب الشخص هذا. سلمان من بلغ عليه؟ بلغ على سعد اللي ساعد في هذه العملية اللي كان معاه في الدوام الأول، وما بلغ على مدير الاي تي لأنه خلاص خذ حقه، وبلغ على الناس اللي كانوا يحققون معاه. الحكومة راحت لهم والقت القبض عليهم وحصلوا أنهم ناس من تحليل شخصية رجال أمن. ولهنا يا جماعة الخير انتهت أعظم قصة قد قريتها. والله العظيم لو القصة هذه موجودة في فيلم أنا أتوقع نسبة نجاحها 100%. أنا ودي أستطرد في بعض المواضيع، ولكن والله العظيم أن المواضيع طويلة مرة، حاولت أختصر بشتى أنواع الطرق. والله العظيم إن في شخصيات استخدمت في القصة إني شلتها، سبب لو أقول الشخصيات هذه وش سوت وش حطت ما راح أخلص من تسجيل القصة إلا بعد سنة. وزيادة على الموضوع هذا، السناب أكثركم كان يسألني عن الجزء الثاني، أتمنى تعطين رأيك على القصة تحت في الكومنتات. وأدري الأغلب راح يقول إياد طيب وش سوى. إياد يا جماعة الخير اكتفى بالشيء اللي سواه سلمان ورجعوه يشتغل على رأس العمل. لهنا انهينا هذه القصة. صلوا وسلموا على حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. ادعوا لنا في هذا العشر. والله يوفق. السلام عليكم.